ازاي بيضغط وازاي بيهاجم وازاي يضغط وازاي يطلع الديفنس من الغيبوبه على طول. الديفنس بتاعه صاحي مفيش مشكله عنده. انت مش تحرف ولا تريح يعني. كنت احرف انت ولا تريح يعني. لا طارق حبيبي يعني. طارق بسالك سؤال بس يعني هو متواضع في ايام مفترجه. هو بلاش الايام دي انا ارد عشان عشان طارق يا احمد مساء الفل. فل يا عرض ازيك يا حبيبي. الله يخليك يا عم طارق. قلت لي هكلمك اما قلت لك هتتعادل مع الزمالك وهبعت لك فين يا عم. تحيات كابتن عادل. تحيات كابتن عادل الطعيم وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عمنا لحضرتك. مبروك كابتن مصر كلهم نادي الاهلي منورين. كابتن شريف وكابتن عادل كابتن طارق منورين. وبعدين شريف الاحرف يا سيد انت بتتكلم في ايه؟ احرف ايه يا عم؟ ايه الاصل؟ ايه هو الاصل؟ حبيبي يا طارق مبروك يا طارق. الله يخليك يا شيري. الله مبروك على الاداء يعني. فكان لك جونين قبل اي حاجه قبل ما نخش بالامور الفنيه طبعا التحليليه لمباراه النهارده وكل المباريات السابقه معاك يا كابتن طارق. فكان لك جولين كده جول في الاهلي محظوظ انت فيه اساسا انت حاطط بطن رجلك يعني في نص الجون بس جاي الجون مش مشكله والثانيه رقصت كده وعملتها لكابتن جمال عبد الحميد تقريبا يعني. طب الجون اللي انت جبته في نص الملعب ده مش محظوظ فيه؟ انا؟ بتاع صفاقي ده ما يا عم انا عايش على ايه؟ انا عايش على الجون ده لعبته ما كل حاجه فيها توفيق يعني. انا رحت له ماتش قبل ماتش الزمالك اول ماتش تقدر تتعادل 1-1 يا ريت ولا في الهوا لابسها كان هيكسب ماتش الزمالك لو الولاد ضغطوا شويه. طب بص تتفق وتختلف مع كابتن طارق يحيى لكن في النهايه ده انا انت لو قدامك تلفزيون لازم تجيب قناه الاهلي. طبعا انت جايب قناه الاهلي ليل نهار عندك فقناه الاهلي بالظبط قناه الزمالك الجون بتاعك فلو تشوف هتلاقي الجون اللي انا بتكلم عليه بتاعي ده. كابتن حسام كابتن طارق يعني انت من الناس اللي هي يعني ممكن في بعض الاوقات طبعا يبقى معاك فرقه ومعاك ادوات ما تساعدكش على اخراج كل اللي عندك فنيا وفي بعض الاوقات بتبقى موفق وخصوصا كمان انا بقول للمدرب لو هو اللي اختار طبعا لو اختياره ده لو رايح في حته مش الاهلي او الزمالك لو هو رايح في مكان بيساعدوه ان هو يختار من البدايه كابتن عادل كابتن ماهر كابتن شريف وعنده متسع من الوقت ان هو يشوف اللعيبه بشكل كويس وبعدين يقول لك لا ده انا محتاج البوزيشن ده لا البوزيشن ده عندي في عدد كافي لا فلان طالع من تحت لا انا هرتب اموري بالشكل ده الحاجات الادوات اعتقد انها توفرت لكابتن طارق يحيى السنه دي من حيث الوقت ومن حيث الاختيار. بالظبط يا سيد كلامك مظبوط. يمكن احنا جينا في يناير اللي فات حطينا ايدينا على كملنا الموسم الحمد لله قعدنا في الدوري كانت الفرقه صعبه جدا 17 بونت في الدور الاول وكنا في المركز متاخر قدرنا نحصل حوالي 24 او 22 23 بونت الدور الثاني قعدنا في الدوري بشكل مش وحش قدرنا نحط ايدينا على بعض الاماكن وبعض اللعيبه اللي نقدر نستقطبها بشكل كويس. بدانا بدري جدا انا بدات في 15 رمضان ده اداني وقت متسع ان انا انقي اللعيبه براحتي ان انا احاول بقدر الامكان ان انا اختار الاماكن اللي انا محتاجها وقدرات اللعيبه كمان اللي انا عايزها والحمد لله وفقنا بنسبه 80-90% في اختيار اللعيبه مميزه. اعتقد 3 ماتشات متلاعب الزمالك اسماعيلي مصري ده مربع ذهب السنه اللي فاتت وتعمل هذه النتائج معاهم والاداء والعروض العروض العروض والاداء والاداء وتبقى انت اقرب للمكسب في 3 ماتشات يعني احنا اقرب من النهارده من مصري واقرب من الزمالك واقرب من اسماعيلي فده حاجه تحسب طبعا للجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره. مفيش شك كان عندنا وقت فعلا زي ما انت قلت يا كابتن سيد انتجام الحمد لله بفضل الله برغم ان اللعيبه النهارده خلي بالك 2 لعيبه فقط من الموسم اللي فات السنه والماتش اللي فات كان لعيب واحد واللي قبليه كان 2 لعيبه فانت بتتكلم في 8 لعيبه جداد على التيم ومع ذلك انت معجب بالاداء كابتن شريف معجب كابتن عادل معجب كابتن ماهر همام فانت بتتكلم في هارموني وانسجام جه بدري ليه؟ ان انا بدات بدري وقدرت ان انا استقطب اللعيبه اللي تقدر تنفذ فكري ودماغي اللي انا عايز العب بيها فالحمد لله وفقنا بشكل كبير واعتقد الاداء والنتائج وايضا النقط اللي خدناها من 4 مباريات في منتهى القوه يدينا مؤشر جيد ان شاء الله ان احنا هنعمل موسم كويس ان شاء الله هذا الموسم باذن الله. ثقه كمان انت عندك 6 نقط عندك 6 نقط 6 نقط والله يا شريف كان ممكن يبقوا 9 نقط وكان ممكن يبقوا 10 نقط لكن بنقول الحمد لله والشكر لله ان انت على الاقل لعبت 3 مباريات من اقوى ما يمكن مع مربع اذا ما اتغلبتش وفي نفس الوقت كسبت مباراه فدي الى حد ما بسطانا شويه لكن احنا زعلانين على الاهداف اللي ضاعت وعلى النقط اللي راحت مننا لكن ان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى يكون احسن ويكون افضل ان شاء الله. طيب اشرت لحته الانسجام من اكثر المراكز في الملعب اللي
بيبقى مش عايز اقول فيها صعب الانسجام، بيبقى محتاج استمراريه او لعب مع بعض كتير الاثنين الديفندر اللي موجودين في نص الملعب. حميد وماو اللي انت جايبه ده واكتشافك ده واحد من الناس المميزه جدا السنه دي، وبحييك كمان على زولا ده، ده لو استمر بالشكل ده وحصل له تطور في ادائه بالشكل ده اعتقد انه واحد من الناس اللي هتبقى نجوم السنه دي في الدوري الممتاز. كمان حارس المرمى، يعني حارس المرمى ده عامل دور رهيب جدا معاك. حارس الاساسي اتعور قبل قبل ليله المباراه بتاع الزمالك بتاع الزمالك هو يمكن بونجا والعفيه وفيها كابتن طارق كمان محمد فييرا ده النهارده فييرا اكتشاف ايه الحكايه ده سرعه وقوه النهارده فاجئ النهارده انا فاجئت الجهاز الفني بمحمد فييرا، هم كانوا معتقدين ان انا على عبد الله طبعا احنا ما كانش عندنا وقت نتمرن على التكتيك اللي هنلعب بيه غير يوم واحد اللي هو امبارح في اسكندريه فقط، لان قبل كده انا كنت عامل استشفاء يومين للولاد اللي لعبوا الماتش كامل، فطبعا الاستشفاء ما ادانيش افضليه ان انا اشتغل تكتيك، لكن ما اشتغلناش غير امبارح فقط. عبد محمد فييرا كنت عامله بديل، فانا جاء في خاطري ان انا محمد فييرا هستخدمه النهارده بشكل جيد، لعيب سريع لعيب كويس، وحتى الجهاز الفني برضو قالوا يعني طب فييرا لا وبتاع، قلت لهم لا فييرا انا واثق ان شاء الله هيقدم ماتش كويس. تاخدش رايهم تاني اسمع كلامي، تاخدش رايهم تاني. لا هم ما بياخدش راي حد، ما بياخدش رايهم تاني. ما عملتك عبادي وخلاص. لا هو لازم الامر صوره بينكم عرب. طبعا طبعا لا بهزر طبعا. لكن برضو انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا، وهي انك انت قاري لعيبتك كويس وحافظهم كويس ومتعايش معاهم، وهم كمان بيبادلوك نفس الثقه. خلي بالك يا كابتن طارق انا يعني هقطعك، بس خلي بالك اي مدير فني والله بيبقى عنده الحته دي، عارف كورونا الاستشعار، بيبقى بيستشعر في حاجه في لعيبه عنده، عنده عين كمان. اللعيب ده يكون بعيد مثلا بقاله اسبوع 10 ايام عنده عين ولا حاجة. عينه لكن هو ده احساسه حق. احساسه انه النهارده اليوم بتاع ده يعني على ثغره على نقطه على احساسه بالتمرين احساسه بالحاجه الثانيه. بص انا كابتن سيد بالصدفه رحت للكابتن طارق قبل الدوري بيوم كده او يومين وشفته في التمرين وقعدت معاه وقلت له بالتوفيق باذن الله. انا شفت اجمل حاجه، اللعيبه كلها بتحبه جدا وبيهزر مع اللعيبه ومفيش يعني الالفه بينهم هي اللي بتخليهم ينزلوا يموتوا نفسهم في الملعب، وده الشكل الطبيعي لطارق يحيى ولاعيبته اللي احنا بنتفرج عليها. اتفضل يا كابتن. خليك كابتن شريف. لا هو طبعا مفيش شك العلاقه الحمد لله بفضل الله مميزه جدا بيني وبين اللعيبه وبين الجهاز كله. ناس الاولاد بيحبوا بعض ومتكاتفين مع بعض، جعانين كوره، عندهم طموح، كل الكلام ده انت بتشتغل عليه من اول يوم. فالحمد لله وصلنا لمرحله محترمه جدا من الانسجام والهرم بين اللعيبه، وايضا يكفي ان انت تبقى عارف قدرات لعيبتك. يعني النهارده مثلا احنا ريحنا لا 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 لعب الثلاث ماتشات على اكمل ما يمكن، لكن هو النهارده انا قلت له ان انت هريحك النهارده ان انت مجهد جدا وهنحط فييرا مكانك. الحمد لله فييرا ما كدبش خبر وعمل ماتش كويس وجاب جونين وكان مصدر خطوره كبيره جدا على النادي المصري. فدي الحمد لله قراءه الحمد لله كويسه مننا، وقدرنا ان احنا نحط حتى ندخل لعيب كان بعيد تماما زمالك كابتن الشريف ودخل وادى بشكل جيد، وانت زي ما انت قلت سيد. فانت طالما حافظ لعيبتك واثق فيهم وبتديهم الثقه فالحمد لله هم بيكونوا عند هذه الثقه. فالحمد لله يمكن اداء النتيجه النهارده 2-2، لكن احنا كنا افضل كنا احسن، ممكن نكسب. في كوره البيكلي في اخر ثلاث دقائق كان طبعا سهله مش صعبه خالص، سهله خالص سهله جدا. فالحمد لله بنقول الحمد لله والشكر لله على كل حال. الاداء طالما جيد بتوصل للجون بشكل غير طبيعي، فدي حاجه كويسه جدا للجهاز وحاجه كويسه للعيبه. ان شاء الله التوفيق حيفنا فيه. طيب احساسي بقى حاجه من باب الـ مش عارف اقول الدعابه ولا حاجه، لكن من باب احساسك انت ورده فعلك على طول احمد صبحي في الملعب او في الجول الثاني تحديدا بيستلم الكره وبعدين اتاخدت في حته ما ينفعش ان انت تستلم وما ينفعش ان انت تستنى كره اساسا لازم تروح لها، يعني رده فعلك على طول بتبقى في الملعب ايه، او رده فعل المدير الفني احساس المدير الفني بقى؟ لا بالعكس انا حييته وقلت يلا يا صبحي مفيش حاجه خلاص مفيش مشكله عشان ادخله في الماتش، لسه فاضل حوالي 25 دقيقه ونص ساعه. فلا بالعكس بالعكس في الوقت ده لازم ترفع من روح المعنوي اللعيب وتحسسه ان انت جنبه وتحسسه ان هو انت واقف جنبه، فبالتالي هو كمان هيأدي والولد ادى بشكل يعني هو اتسبب في الجول الثاني صح؟ برافو عليك. يعني هو اللي هو اللي عمل الكره لزيره، فانت بتتكلم في حاجه يعني نفسيه بتعامل بيها اللعيبه واللعيبه بتقدر هذا الكلام وبرده بتشيل عنهم ضغوط، لان مش مشكله كلنا هنغلط ما حدش ما بيغلطش طبعا، لكن هو بيأدي اداء عالي جدا ومميز جدا احمد صبحي في الناحيه اليمين، وانا بحب اللعيب المهاجم الباك اليمين المهاجم. انت كنت تلعب ناحيه اليمين وعارف كويس قوي قادر ناحيه اليمين دي لما يبقى اللعيب عندك عنده شراهه على الناحيه الهجوميه طبعا، الباك الشمال نفس الكلام، فدي بتساعد بشكل كبير جدا الناحيه الهجوميه، وده اللي بيحصل
فرقه روجيت دلوقتي الحمد لله. على العموم بصراحه انت عامل فرقه هايله جدا من حيث العروض والنتائج، الله يخليك، كل حاجه موجوده. لاعب زولا اكبر فتره من كل حد قبل مباراه الاهلي بقى عشان يبقى فيه جهد. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن طارق. في نقطه ثانيه يا كابتن سيد، عايزين برضك يعني طارق يحيى